Shada FM, la radio que j'aime. كيفاش محمد ربيعي اليوم كيتعامل مع الشهرة والإشاعات؟ يعني عادي، عارف راسي شكون سوا، عارف واخا كيكونوا كاتبين شي حاجة اللي كذوب و يعني ما كنتسوقش. بعض المرات الشهرة بكثر ما هي زوينة، هي زوينة تتخلينا محبوبين عند الناس، عندنا شعبية. بعض المرات إلى تجاوزت شي حدود اللي تقدر تكون كتقلق. واش اليوم الربيعي فاش كيدخل المواقع ديال الصحافة ولا الصحفي، فاش كيشوف بعض العناوين اللي كتهتم، ربما زوجة محمد الربيعي كيسلمت عليه، زوجة محمد الربيعي جات استقبلاته، زوجة محمد الربيعي دارت الفولار، حيدت الفولار، دارت المكياج، ما دارتش المكياج، هادشي هذا واش تقدر تقول زعما هاد الناس هادو علاش ما يهتموش بيا بوحدي؟ شنو داهم لمراتي؟ سا ديرونج ان تي بو. ما كيحشمش الصرا ديال يعني بنادم. اش نقول لك، انا عارف راسي كنسكن سوا، وبنادم واخا يكتب عليا شي حاجه اللي مشيت ليه ما كنديرش فيها. شادا اف ام، لا راديو كو جيم.